المبدأ الثالث هو مبدأ القيادة المالية. ونحن اليوم عم نمر بظروف اقتصادية صعبة، فمنحتاج للقيادة الرشيد الحكيمة في استخدام أموالنا. وفي عنا بالكنيسة شاب اسمه جوني، هو مستشار مالي، مسؤول مالي، فاستشرناه بهالموضوع ورح نسمع هلأ منه لكيف يساعدنا في قيادة أموالنا بحياتنا الزوجية وبحياتنا اليومية. مرحبا. في مثل بيقول على قد بساطك مد إجريك، وبعبارة تانية على قد البادجت أو الموازنة تبعك مد إجريك. كتير شركات ودول بتفشل وبتنهار بسبب عدم وجود رؤية مالية واضحة، وكتير علاقات بتفشل وبتنهار بسبب عدم وجود قيادة حكيمة للأمور المادية، وهالشي بيسبب خلافات خصوصي بوضع اقتصادي صعب مثل يلي عم نعيشه. بعد خبرة تعلمت أنه مش مهم قد ما دخولك قد ما مهم تعرف قد مصروفك. اليوم رح نحكي عن ثلاث أمور بتساعدنا بإدارة الأمور المادية بعلاقاتنا وببيوتنا. الأمر الأول أنه نعرف شو إمكانياتنا. من خلال وضع موازنة أو بادجت منحدد فيه شو إيراداتنا وشو مصاريفنا المتوقعينة. البادجت هو الحدود يلي مسموح نمشي فيها، هو الخطوط الحمر يلي مش مفروض نتجاوزها، هو الرؤية يلي بنبنيها من خلال ميزانيات سابقة أو نتائج سابقة، هو البوصلة يلي بتدلنا على المكان يلي رايحين له. مثل ما يوسف حط رؤية كيف مفروض يتصرف بسبع سنين الرخاء وسبع سنين المجاعة، فمثلا بحط قد إيراداتي، بحط المصاريف الثابتة يلي بتتكرر كل شهر، بحط المصاريف يلي متوقع أني أصرفها، وبجرب خلي مبلغ على جنب للأمور يلي ممكن أعوزها بالمستقبل القريب أو البعيد. النقطة الثانية، بدنا ندون كل إيراداتنا ومصاريفنا الحقيقية مع الأخذ بعين الاعتبار شو حاطين رؤية أو بادجت. هيدا الشيء بيساعدنا نعرف وين مصرياتنا عم بيروحوا، وين كسرنا هيدا الشهر، كيف فينا نحسن. تخيلوا مثلاً عم نصرف بلا ما نعرف قدي صرنا صارفين وقدي بعد معنا، ونكون ناسين مثلاً أنه بعد جمعة عنا قصة للمدرسة، وساعتها بتوقع المشكلة. الأمر الثالث، بدنا نقوم بتقييم الميزانية أو النتيجة يلي حصلنا عليها ونقارنها بالموازنة يلي حطيناها تنعرف شو وضعنا المالي، يعني شو إيراداتنا الحقيقية، شو مصاريفنا، وقدي بقي معنا مصاري. مثل ما قلنا الموازنة هي البوصلة يلي بتدلنا على المكان يلي رايحين عليه. تدوين المعلومات هي الطريق يلي رح نسلكها والقرارات يلي أخذناها، والميزانية هي المكان يلي وصلنا له. يمكن تسألوني مين مفروض يدير الأمور المادية بالبيت، الرجل أو المرأة؟ الجواب هو حي اللي حدا منهم عنده حكمة وموهبة بإدارة الأمور المادية بأمانة وبدون ما يكون عم يتحكم بالشخص الآخر، أو ممكن تنينيتهم يكونوا عم بيقوموا بهذا الأمر. كيف ممكن نعمل هيدا الشيء؟ بكل بساطة فينا نكون عم نستعمل أجندا للي ما بيعرف يستعمل كمبيوتر، أو فينا نصمم فايل إكسل بيتناسب مع احتياجاتنا، أو فينا نكون عم نستعمل أي أبليكيشن على التليفون، ويلي بحب أنا بكون عم بقدر ساعده بهذا الموضوع. بالختام بصلي إنه الرب يعطينا حكمة كيف ندير أمورنا المادية ونحمي علاقاتنا من أي انهيار. وما تنسوا إنه قبل ما نبلش نخطط شو بدنا نصرف، بدنا نشيل عشورنا وتقديماتنا للرب. وعشورنا هي منا جزء من مصاريفنا، هي عم بعطي شريكي حصته من الإيرادات، لأنه هو ساعدني وعطاني القوة تقدر أنتج ويكون عندي مدخول. وهلأ منوصل للمبدأ الرابع. المبدأ الرابع هو مبدأ الاكتفاء. بواحد تيموتاوس 6-8 مكتوب، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة لتغرق الناس في العطب والهلاك. لأن محبة المال، انتبه، مش المال، محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاها قوم اضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هل تعلم أنه عدم الاكتفاء بحياتك قوة مدمرة لحياتك وسعادتك؟ عدم الاكتفاء، قديش منشوف فقراء عندهم اكتفاء وعايشين بسعادة، وقديش منشوف فقراء ما عندهم اكتفاء ومش عايشين بسعادة، قديش منشوف أغنياء عندهم اكتفاء وشكر للرب وعايشين بسعادة، وقديش في أغنياء عايشين بفراغ وما في اكتفاء بحياتهم. بدي خبرك اليوم الاكتفاء ما له علاقة بظروف الحياة، الاكتفاء نابع من قلب شاكر بيعرف الله حق المعرفة. كيف أنت فيك تنمي الاكتفاء بحياتك؟
لما مثلا عم بعطيك بعض الأمثلة، لما أنت تشارك يلي عندك بتعرف قيمة اللي عندك وبيصير عندك اكتفاء من خلال المشاركة، لما بتتحد بوجع الآخر بيصير عندك اكتفاء. أيام الخسارة بتعلمنا على الاكتفاء، بيكون عندك وظيفة مش عاجبك العجب، مش عاجبك مديرك، مش عاجبك مدخولك، لما بتخسر وظيفتك بتوعى على هالحقيقة، بعدين لما ترجع تتوظف بتتمسك بوظيفتك وبيصير عندك نوع من الاكتفاء. أحيانا الألم، أحيانا خسارة حدا عزيز على قلوبنا بخلينا نشوف الأمور المادية لا قيمة لها فيما بعد، لأنه الغالي خسرناه. يلي بيساعدك على الاكتفاء هو كلمة الله، الصلاة. لما تتعمق بكلمة الله بتعرف أنه الأمور الباقية لها معنى بتتمسك فيها، والأمور المرئية من الموارد وغيرها لا قيمة لها مستعد أنك تتخلى عنها، لأنه لما بتعلى روحيا بتشوف كل شيء صغير تحت منك. التربية بالبيت، لما نربي أولادنا، لما ما نعطي أولادنا كل شيء بدهم إياه منعلمهم على الاكتفاء. وموضوع طويل، لكن بدنا نتعلم كيف نعيش حياة فيها اكتفاء في ضوء كلمة الله.